لا 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 وات اوه كراون ستايلر نايس وانتهينا ايزي ايزي اوه تشلوب تشلوب هلا بيك تشلوب السلام عليكم شباب شلونكم شو اخباركم اهلا بكم قناة العاب خوف وشارية وراك جيمر اهلا بكم مع الحلقة من لعبة كينغدوم تو كرونز حلقة الخنفشارية بس حسن وين رايح؟ عود اروح اسوي التطويرة بس راح يطلعون الوحوش قدامي فلازم ارجع ادري تحمست وطلعت برا وات لا لا تجيب بينا العيد صديقي لا تجيب بينا العيد احتاجك احنا هذا ابو البليستة اوكي حيل احتاجه لا لا الا اريد اموت حبيبي حبيبي احبوبي اتركني اموت لا ليش انزل هنا اوكي او شنو هذا لا ما تكوت اكو ثلاث شغلات هنا يا بتطويرة شو اسمه الجدار الى الباب اوف اوف الوحوش اللي هنا يعني اللي جاي اواجههم اكبر من مقدرتي فشي عادي انه اجيب العيد بهاي الحاله يعني اوكي هاي الجهه شلونها اوبا لا الوضع كلش طايح حظه يعني تعالوا طوروا تعالوا احتاج بليست هنا وبأسرع بسرعة ممكنة لا تجيبون العيد وشني وتسوون فرسان من وقت يكون عندكم كمية اعداد ممتازة يعني او اعداد لابس بيها من الصيادين اوكي انا راح اجيب العيد بهاي الحركة اريد اطور البرج بنفس الوقت اكو حركة انه ادز الجماعة مالتي حتى يفلشون البوابة بنفس الوقت اكو هاي البنزونة اللي ما عندها مكان غير هذا المكان اوكي فهواي شغلات تحتاج فلوس شي ورا شي احتمال انطي الفلوس للي يريدون يفجرون البوابة وهاي الحالة راح اجيب العيد يعني خلي هنا انا بليست همينة نجيب التطويرة مال البنائين مثل ما قال لي واحد من الاصدقاء يعني بالتعليقات شيش تعديت منها ما كنت اعرف شنو فايدة هاي هي هاي مو اوكي يب هي هاي الوحيدة اللي هي هاي الوحيدة اللي يعني ما فاتحها ومبين مال بنائين يعني واحد اثنين ثلاث نايس 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 هسه يجي لهم شلون الباف يزيد سرعتهم يمكن اوكي او يزيد قوة الجدران يمكن اتذكر بالسلسلة السابقة كان يزيد قدرة الجدران على التحمل اوكي هلا هلا بعد تطويرة بعد تطويرة بعد تطويرة اوه قدام البوابة ان شاء الله ما يشمر نار على البوابة ويفجرها قول ان شاء الله يعني ياب 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 مستعجل كلش يعني هذا البرج راح يكون ممتاز بس تطويره بعيد كلش عن الجدران اوكي فما دام هم هنا فراح يكون الوضع سريع سريع سالفة تطوير هذا البرج ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله كم فلوس عندي ما عندي هواي فلوس للتطوير الجاي اصلا راح يطلعون الوحوش نايس شيل ثلاثة هسه اعتقد ياب طلعوا ياب طلعوا اركب ركضوا ركضوا شباب ركضوا نايس 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 لا 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 نلحق نرجع ابلع ما اريدهم يقتلون ذولي يعني الشجعان خلينا نقول وين مجموعتي؟ واه يلا اوب وين مجموعتي من الفرسان؟ اختار الوقت اوه يا اخي ذولي دمروه حرفيا طور هذا هسه نايس نطور هذا اللي قدام همينه فتصير كل جهة نفس الجزيرة السابقة كل جهة عندها اثنين باليستا يصير الوضع زي الفل نايس نعطيهم تطويرات
يحتاجون هواي تطويرات. نايس نايس، تطوري لا بس به لان اكو هواي فلوس بالجزيره هاي. نايس 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 نايس. طور هذا البرج حتى يكون المكان اللي اجيب بيه الفقراء. اوه وعندي فقراء اصلا. شنو نريد؟ نريد رمات اسهام. اعتقد احتاج بنائين. لا يقول لي تعال روح طور ذاك. لا ما اريد. لا 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 لا، الحركة هاي كلش وسخة صراحة. وسخة من عندكم هاي الحركة. كلش وسخة. ياب 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 باليستا. هلا باليستا. هاي الجهة لا بس بيها، الجهة اللي لا ذيش الجهة قوية لأن عندهم مجموعات من جماعة أبو طبرين. فياح. يا ذولي أعتقد ذولي أفضل. متجهزين أكثر خلينا نقول، متجهزين بشكل أفضل. فما أدري والله، نروح على الجهة اليمنى العاد، لأن الجهة اليمنى قوي يعني إذا تفلشت راح تأذى حيل. الشخصيات كلهم على الجهة اليمنى. يكون الضرر شنيع. نعم شنيع. زين طوروا او زين. اوه شنو هاي مزرعة؟ هل نسوي المزرعة؟ ما ادري والله. هل احتاج يابا ما ادري والله. شيش يابا نحتاج مزرعة بس بعد ما يروحون هذول الوحوش. يبلع. اوه باي. يب يب احتاج ساعدهم. وضعهم كلش ميؤوس منه. وات ليش ما جاي اسوي حركة النيران؟ وات ابلع. وات اوه الفلوس اللي طيحوها من عندي كمية مرعبة. شو رجعوا وتراجعوا ليش؟ لان عرفوا راح تتفلش الجدران. ياب جلد. لا ليش رحت ليش؟ اشرد اشرد اشرد. وات اشرد. اي طبعا تنجلدون يا اخي والله عجيبين ذولي. ياب اجلد 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 اجلد. هو غير يموت هذا؟ هذا حتى لو يجي الصبح ما ينسحب. ابلع. وغير يموت يا اخي. ترى ما سخطها يعني ما سخطها والله العظيم. نقول ان شاء الله الجهة اليمنى ما يعني ما انجلدوا. وانا ما عندي غير الا اوخر بعيد حتى لا ينجلد بسرعة. شيش. نقول هاي المجموعة هاي الجهة نجوا. اوكي. هاي الجهة يعني تمام التمام زي الفل. اوكي. الجهة الثانية شلونها؟ شيش ياب ولا تأذوا ولا صار لهم شي. نايس نايس نايس. مفروض يقتلون الوحش بسرعة حتى يروح الريدمون حتى يقدر يعني حتى يجي النهار. وين الوحش؟ وحش راح له لا؟ اعتقد راح الوحش. ياب راح الوحش. ليش بعد الريدمون موجود يعني؟ ها؟ الو لا تقول لي قلتشت اللعبة. ياب راح. ياب راح راح الريدمون. يلا سريع سريع. احتاج هواي فقراء مثل ما قلت. نايس نايس. احتاج هواي فقراء فلازم استعجل بهذا البرج واسوي برج الشربت. ناخذ فلوس منه. طور البيت بسرعه بسرعه. يلا تعال. ليش اريد اطور البيت هسه؟ لان اذا طورت البيت كل شيء اول الجدران اللي على اليمنى واليسرى والارشر همينهم راح يتطورون للجهه للتطوير القصوى. خلينا نقول شوفوا شوف هذا البرج هسه راح يتطور للتطوير الاخيره. خلينا نقول نايس. يا الله يا الله. نايس 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 نايس. تعالوا طوروا.
احتاج هواي هواي بنائين. عندي 4 هسه ما ادري 5 لا بعد وصلهم 6 او 7. اوكي على مود هاي طورت البيت حتى يتطور الابراج حتى اجي وانا اطورهن الى شو اسمه الى استغفر الله اطورهن الى شو اسمه وات المخ ضرب شنو اطورهن اي بطورهن الى هذا الحجي. نعم ليش لبدت اعتقد هذا خليه هيك ثابت يبقى اعتقد هذا خليه ثابت هذا راح اطوره الى ابو الشربت. نايس اريد 3 بعد اضافيين من البنائين. اوه 4 يشتغلون به هذا او 2 على البرج و2 على الجدار. ياب راح يسوون الجدار من الفئة الاخيرة الليفل الاخير. يلا 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 يا ريت يا اخي يا اخي يا ريت بسرعة يعني تخلصون. شوف الجدار اذر هل نظريتي صحيحة. ياب الليفل الاخير. ما عندي هواي ارشر يا اخي ارشر ماكو ابد ارشر قليلين كلش قليلين. اوكي لو تلاحظون لو اكو ارشر كان يجوا وقعدوا هنا. الارشر يفضل البرج على انه يكون ورا الجدار. اوكي واحتاج همين هذول المزارعين. اخر شيء ما اقدر اسوي ما عندي مزارعين. يمكن يكون العيد الكبير. لا هذول مزارعين. نجيب 1 2 3 4 2 3 اريد 3 يعني او نسويها 4 ليش لا. اوبا هسه راح يجوا لي فقراء ويبدا التطور مال مملكتي. يعني مملكتي هسه ضعيفه كلش. لا تقول لي الثلج. انطي فلوس ادري اقدر انطي فلوس. لا انا اريد فلوس مو شو اسمه. اوكي راح يخلص الفلوس بسرعه. ما عندي واي ارشر. تخيلوا عندي النجارين اكثر من الارشر. شوف التطويره مالتي ايش سوت بالجدار. شوفون هاي علامه الزائد اللي على الجدار هي هاي التطويره مالتي. اوكي وما ادري هو شرب الشربت مالي. اوكي وصار مزارع اعتقد ما ادري مزارع صار. ياب صار مزارع. تعالوا طوروا هاي المزرعة هم. ياب هاي بعد ما اخذ من عنده فلوس احتمال يتكاثر الفلوس عنده. اوكي داخل البنك عندي شربتين. ياب اريد اصير رامي سهام فنطوره هسه. ياب اوه لا صير رامي سهام. نايس راح يصعد البرج لو يا اخي مجموعاتهم صارت قوية كلش. الوحوش صاروا اقوياء بشكل. هسه اذا سويت فرسان راح اجيب العيد بشكل يعني اقوى بعد. اوكي اذا سويت فرسان الفرسان تعرفونهم ما شو اسمه ما يصيدون. اوكي يعني ما يجيبوا لي فلوس وانا اصلا ما عندي رومات اسهام فيكون عيد عيد جميل. اوكي وين الفقراء. ياب حاليا الوضع لا يزال سيء. ما عندي رومات اسهام بالرغم عندي مصادر ممتازه للفلوس. حاليا ما مهتم الا بتطوير مملكتي بحيث يعني تقدر يعني شلون تقاوم خلينا نقول. اوه هنا انا همينه اقدر ابني هنا. هل ابني هنا ما ادري والله. هل يقدر هذا اذا سويت باليستا هنا هل يقدر يدعم جماعته لو لا شيش. اعتقد ماكو فقراء بس على الجهه اليمنى. تلاحظون ماكو واحد من الشراب تختفى. ياب اجي فارس وصار هنا. نايس. يلا انسحب انت. اوكي سحب
ايش ادري قل لي ليش دزيتهم بهش وقت الوحوش راح يجون هسه بس يجون يشوفون الوحوش راح ينسحبون اوكي نايس 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 حتى بس يجي الصبح راح اوكي ينجلدون اول ما يجي الصبح راح يسوون تطويره شوف اذا اكو شربت هنا ولا لا يا ابي الشربت مالي بعد موجود ليش ما يجون فقراء من الجهل يبنى يا اخي يا ابن جلدو يا ابن جلدو الفقير استكشف الجهة اليمنى نايس 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 وات انا فجرت هاي ما اتذكر والله فجر بوابة بطريقي يعني للجبل الفقير خلي هنا وحدة نا وحده نا وحده نايس 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 حتى حصل اوه هناهم فقراء اذا شني خلي وحده بالنص وحده على النهايه وهنا أنا. خلي وحده بالنص وحده على النهايه او اثنين خلي ليش لا شيش بوابه اوه أنا شخصية ماخذها نوبة الجبل نايس ما راح أدمر البوابة هسه أو أدمرها ندمرها لولا ندمرها لولا ندمرها ليش لا أعتقد أقدر أتحمل الشي يسمونه أوكي أقدر أتحمل الشي يسمونه حاليا إلى الأمام يلا 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 نايس جيبه اجلد جاي انجلد والله صديقي يلا يلا عليهم 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 واي وحوش اللي طلعوا لي يلا ما بقى شيء ما بقى شيء ياب ياب هاي تحت البوابة هذا احتمال جاي يجيب العيد هالسنة لأن ما المفروض أفجر البوابة وصلنا أنا ما تفلش بسرعة تفلش بسرعة تفلش بسرعة واتف ما بقى شيء ياب 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 فلش فلش عافية بالبطل ياب فلش ما بقى شيء ما بقى شيء لا 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 وات الخسارة اللي ما منهمها فايدة خلي اطلع من اللعبة بدون ما اسوي سيف العيد اللي توه جبته يعني عيد يعني غير متوقع خلينا نقول ما توقعت راح يخلصون فلوسي وراح يطيحون التاج شيش ياب وين انا؟ ياب 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 نايس نايس. اول ما اتجهت على الجهة اليمنى، طبعا هاي الحركة مفيدة كلش. اوكي؟ حركة انه ارجع بالسيف. من ناحية تقليل الوقت الضائع خلينا نقول، يعني انا رحت شفت اكو على الجهة اليمنى جبل مو؟ اخر سيف كان بنص القاعدة مو؟ المملكة. فمن الافضل اطلع من اللعبة وارجع. بهاي الحالة يعني حفظت وقت. الوقت اللي قطعته من المملكة مالتي الى الجبل اوكي نايس نايس جيبه جلد هنا جلد شباب خلي فلوس نايس نايس اهم شيء السرعه سرعه تفليش شو اسمه اريدها بسرعه يعني استدعاء مره ثانيه يلا 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 يا اخي ليش واقفين اوكي ورا كلش ما بقى شيء ما بقى شيء
لان تو كنت مستهين بالهذا، كنت مستهين بالش اسمه بالبوابه. لازم هذا بفلوس بعد. اوكي ياب، كنت مستهين تو من البوابه وما كنت اخلي فلوس. قلت مجموعتين من الفرسان الارواح وكل شيء تمام. هاي ياب رايد مون بطيخ مون، ان شاء الله ما اندم على هالحركه يعني. ان شاء الله. اوبا تعال تعال، اترك فلوس لاخوك اذا طلع. احتمال احتمال هاليوم يمكن اهجم على الجبل اوكي وفجره. يعني قدامي بس بوابه واحده. نايس، واي مزارعين عندي. وش يب هاي الجهه لا باس بيها من ناحيه التطور، من ناحيه القدرات الدفاعيه. تجي على الجهه اليمنى، لان الجهه اليمنى شوي يعني مخيفه. اذا طاح الجدار يعني راح تلاص حرفيا. اوكي ان شاء الله الهجوم راح يجي على هاي الجهه. ياب راح يجي على هاي الجهه. هذول لازم يصطدمون بالجدار. و اوبا واع، بعض المجموع بعض الاشخاص انسحبوا. اوه كراون ستايلر ما ادري بطيخ ستي ايه جلدوه. واه زين لاحظته بسرعه. هذا سارق التيجان اسمه الوحش. واه سارق التيجان هذا الوحش اللي كان فوق راس الوحش ابو كرش. اوه ليش طلعت برا يعني انت يا وسخ. اوه هذا هاجم نايس. اوه راح يبني له، راح ايش راح يسوي؟ اوه صعد فوق فوق الجدار. لا شجاع هذا يا رجل، موت بسرعه. اوه تجنبنا الكارثه. نايس نايس، انجلد واحد من المزارعين. لا بأس لا بأس، لحد الآن الوضع زي الفل. هل انفجر الجبل بهسه يعني؟ هل هسه انفجر الجبل؟ هل راح يكون قرار سليم وحكيم؟ اوكي ياب ياب، خل يعني ننتهي من هذه المعاناة بأسرع بأسرع وقت ممكن. سعر قنبلة. ننتظر تنتهي الليلة. اوكي لا نسويها ليش لا، ما خايف من عندهم. وكم مجموعة راح تجي وراي؟ ان شاء الله مجموعتين يعني. مجموعتين زي الفل زي الفل. وين الوحوش؟ خلي طلعوا لي ياب ياب. يجوا الوحوش. اوه باي وي والله. اوف ان شاء الله تنجلدون. ياب ياب انتهى 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 الوقت. نايس انتهى الوقت. جلدنا. هل عندي فلوس الكافية؟ عندي المجموعات الكافية بس هل عندي فلوس الكافية يعني؟ ما ادري. الى الامام. دام يا اخي هذا الفارس مال الارواح. تحفة اعطي فلوس او كان المفروض ما اعطي فلوس. يلا عندي 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 الفلوس الكافية. احتاج 5 عملات حتى ادخل بالجبل و5 عملات حتى افعل القنبلة. خرب كل الخطة. شوف شوف هذا اجال الدور بين يتوجه الى الشربت. في اي لحظة الان اقدر اطلق شيني، اقدر يعني اترك جماعتي يجون هنا ويفجرون الجبل ترى عادي يعني. بس يفلشون الواجهه مالت الجبل. اوكي يعني شلون كني رايح افلش بوابه بالضبط. واتف ليش هالحركه الوسخه؟ والله عيب عليكم يعني. وات اجت مجموعه الليل لو شني؟ والله حرام يا اخي. واتف عيب عليكم يا اخي. وات عيب يا اخي وعيب عليكم. ياب ياب تراجع تراجع رحم الخالتك.
يعني تخيل اوصل لهنا انا ابي يفلشون القنبله مالتي. كم فلوس عندي؟ لازم هسه لما ندخل جوا ما اذب اي فلوس. شوفوا وحش الارواح كان يلاحق العدو. يلا يلا قبل لا تطلع مجموعه الليل. يلا حبيبي 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 بسرعه بسرعه فعل البواب بسرعه. ان شاء الله عندي فلوس. يب عندي فلوس. ندخل جوا بسرعه. ندخل جوا. نايس. يلا 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 عندي مجموعتي المجموعتين كاملات. كل شيء تمام. ما راح اخاطر هالمره واستخدم النار مالت الحصان مالي. خاف يطيرون. ما عندي فلوس يعني. انا ما عندي هواي فلوس. كم فلوس عندي؟ عندي اللي تكفيني حتى فعل القنبله. لا 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 نايس نايس نايس. وحوش الارواح او فرسان الارواح جاي يسرعون من يعني من تفليش هذا الكائن. اوكي تحتاجون فلوس؟ يا رب تحتاجون فلوس. اوش الا لبام عليهم عليهم. شجاع يا اخي شجاع هذا. دايم جل سريع سريع. ما عندي. يلا 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 الى الامام. شوي بطيئين جماعتي. يقتلك واحد قبل لا تختفي. يب 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 يب. تحمل تحمل تحمل. خلص وقت هذا وحش شو اسمه الفارس الارواح. سدي 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 سدي. نعم نايس. وانتهينا. ايزي ايزي. والله كانت ايزي اسهل من ما توقعت يعني. فجرت البوابه. انا شنو قصدي افجر البوابه ما دام انا موجود. لا تقول لي راح اموت. كان قصدي افجر البوابه اللي اوكي يلا. ياب ايزي ايزي. اوه تشلوب تشلوب. هلا بيك تشلوب. اوكي 22 يوم صرفت. 883 وحش قتلته. واحد رجل لا لا ريدينج وات. اوكي كلمات ما افهمها. عندي 29 رامي سهام. 4 مزارعين. 6 فرسان. 10 ودن. 10 وات. اوكي للاسف ما عندي فلوس حتى اعطيكم شباب. الى اللقاء يعني. باي باي. هل الشتاء راح يجي لو لا؟ 98 اعتقد باليوم ال 100 راح نجي لي الجلده معدله. راح يجي لي ريد مون خبل يعني من هذا اللي يحبه قلبك. اوكي؟ ما ادري هذا توقع. لحد الان انا يعني عايش تحفه والله. يعني بالسلسله السابقه ما لحقت وصلت للجزيره الرابعه واجى الشتاء وانجلدت. بهاي السلسله وصلت للجزيره الرابعه صحيح صار الثلج هم جبت العيد يعني وما كانت مملكتي كانت ما تستحمل خلينا نقول الثلج ما كنت متجهز بس هم يعني جلدتهم جلدت جبل فجرته. كان انجاز هذا انه اوصل الى جزيره وانا ما مستعد لها يعني بعدني ما مسوي استعداداتي وانجو اثناء الشتاء. كان انجاز. نايس نايس نايس. هل راح يصير راح يجي الشتاء ولا لا؟ لان اذا راح يصير الشتاء هل انتظر هنا أنا؟ انتظر هنا الى ان يروح الشتاء. بس احتمال بهاي الحركه راح تصعب علي اللعبه لما اوصل للجزيره اللي بعدي. فبكلتا الحالتين شني بالحالتين راح اطفر من هاي الجزيره بسرعه وقت. فا اوكي شباب اللي هنا وصلنا لنهاية حلقتنا. اذا عجبتكم الحلقة لا تنسونا باللايك والاشتراك. واذا عندكم شي تقولون او لعبة تريدون العبها اكتبوا لها بالتعليقات. نشوفكم عقب باكر الساعة 7 بالليل ويا لعبة نيفر الون. اوكي يلا باي.